المنتخب الوطني العراقي اللي أعلن هذا اليوم الإسباني خيسوس كاساس القائمة النهائية اللي تضم 21 لاعب واللي راح يدخلون معسكر الدوحة استعدادا لتصفيات مونديال 2026. إذ أعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر الدوحة المؤلفة من 21 لاعب. طبعا المعسكر راح يبدي من يوم 25 من الشهر الحالي قبل العودة إلى البصرة مطلع الشهر المقبل للاستعداد والتحضير لمواجهة عمان في 5 أيلول المقبل. القائمة ضمت جلال حسن، حسين حسن وعلي كاظم لحراسة المرمى، أكام هاشم، ريبين سولاقة، مصطفى سعد ونصفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشنق، عبد الله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم، هيران أحمد، مهند علي. من جهتي أوضح مدرب المنتخب كاساس أن القائمة الحالية لن تكون نهائية، ستكون مقتصرة فقط على معسكر الدوحة ومنهي، سيكون اختيار مجموعة من اللاعبين قبل أن تتم إضافتهم إلى قائمة أخرى خاصة بمواجهتي عمان والكويت المقبلتين ضمن تصفيات مونديال 2026. طبعا كل الموفقية والنجاح للمنتخب الوطني في مهمته وفي معسكر الدوحة قبل الذهاب إلى البصرة نهاية الشهر الحالي لخوض لقاء مهم مع المنتخب العماني الشقيق يوم 5 أيلول، ومن ثم الذهاب إلى الكويت لملاقاة أهل الدار في المباراة الثانية لتصفيات المونديال. القائمة ضمت 21 لاعب، عدد من اللاعبين اللي هم من الحرس القديم تم استدعاهم مرة أخرى، وأيضا رجع الباشنج ورجع الصفا ورجع الأمجد، أمجد اللي كان مصاب. قائمة كاساس ستكون محورنا إن شاء الله في حلقتنا المقبلة، لكن الآن علينا أن نقف خلف المنتخب الوطني وخلف كاساس وخلف الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل سمعة البلد، وأيضا الوقوف خلف المنتخب الوطني في مهمته اللي تمثل كل العراقيين. لا مجال للتقاطعات، لا مجال للمناكفات، لا مجال للتجاذبات، كلنا خلف المنتخب الوطني العراقي في مهمته. القضية هي ليست قضية حكر على شخص أو على اسم، لا عدنان درجال لا كاساس، هاي قضية وطن، وبالتالي نقف مع كاساس ومع احترامنا لاختياراته. نأجل الآن كل شيء من أجل المباريات القادمة للمنتخب الوطني العراقي.